طب اتنين من عوامل النجاح المشوار الاهلي والترجي في البطوله دي، واللي يمكن الاتحاد الافريقي حتى سلط عليهم الضوء قبل المواجهه النهائيه، هم حراس المرمى اللي يمكن ظروفهم متشابهه الى حد كبير جدا، والاثنين كانوا من اهم اسباب نجاح فرقهم في الوصول للمباراه النهائيه، والاثنين قدموا مستوى يعني ومردود ما كانش، خلينا نتفق بمنتهى الصراحه، ما كانش متوقع. مصطفى شوبير، امان الله مميش، حارس مرمى الترجي التونسي. يعني خلينا نقول يا احمد ان سواء مصطفى شوبير على مستوى النادي الاهلي او امان الله مميش في الترجي، الاثنين حارسين ولدوا عمالقه الاثنين. يعني انت لما بتجيب حارس صغير، وخلينا برضو نقول حاجه بمناسبه المعدل السني لامان الله مميش، عنده 19 سنه ومع ذلك بيشارك اساسي مع النادي الترجي التونسي في اقوى بطولات القاره. علشان لما كنا بالنادي اللي مصطفى شوبير اللي بالمناسبه عنده 23 سنه يشارك، كان بيقول لك لا ده لسه حارس صغير. فاذا مفهوم الحارس الصغير اختلف في العالم كله. امان الله مميش عامل ارقام مميزه جدا، 10 كلين شيت، قدر يتواجد في التشكيله المثاليه للجوله 3 مرات، وعنده متوسط تصديات 2.1 بمعدل او بنسبه مئويه 88. لا بص، امان الله مميش 9 كلين شيت، ال10 هم ال10 هو لعب ال10 ماتشات كلهم بتوع الترجي في دوري الابطال. مصطفى شوبير لعب 7 بس من بعد اصابه الشناوي، لكن كلين شيت امان الله عامل 9 كلين شيت من اصل 10. انت قصدك ان المشاركات 10؟ المشاركات 10 لامان الله، وكلين شيت 9. تمام. المشاركات 7 لشوبير، 7 من 7 كلين شيت، والاثنين اخذوا تواجدوا في التشكيله المثاليه 3 مرات. متوسط التصديات عند مصطفى شوبير 100%. قريبين من بعض. لا مصطفى شوبير عنده 100%. مصطفى شوبير 4 تصديات في المباراه 100% بالظبط، تصديات من داخل منطقه الجزاء. بص يا احمد، مصطفى شوبير طبعا، وشفنا التالق الكبير لمصطفى شوبير في داخل منطقه الجزاء، كرات كانت مستحيله تقريبا. بعد في الدور قبل النهائي في كوره في ماتش سان داونز والترجي هنا وهنا، امان الله مميش شالها بنفس الطريقه بالظبط، شوبير شال بيه امام مازيمبي كوره في مازيمبي بالظبط. عشان كده بقول لك الاثنين، والاثنين عاملين بطوله كبيره جدا. التصديات من خارج منطقه الجزاء، مصطفى شوبير تصدى ل 10 تصويبات، وامان الله مميش تصدى ل 8 تصويبات، وزي ما انت قلت الكلين شيت مصطفى شوبير خرج بنسبه 7 من 7، امان الله مميش 9 من 10 كلين شيت. وعايز اقول لك على حاجه، انا توقع شخصي يعني مني، انا بقول لك ان الحارس اللي هيتوج فريقه بلقب دوري الابطال وان شاء الله يكون النادي الاهلي، هيفوز بجائزه افضل لاعب في البطوله. والكاف قال كده فعلا. انا والله انا ما شفت، انا من غير انا بقول لك ده توقع شخصي. والحارس الثاني اللي هيخسر البطوله هياخد جائزه احسن حارس، يعني افضل لاعب، مش افضل، خلي بالك انا مش بقول افضل حارس. لا انا بقول ان الكاف قال اقرب يعني. انا بشوف ان مفيش حد في البطوله على مستوى اللاعبين كان عنده مسيره افضل من مسيره امان الله مميش ومصطفى شوبير. فانا بشوف ان اللي فريقه يتوج بالبطوله يعني هم كده كده من رايك الاثنين افضل لاعب وافضل حارس. اللي هياخد البطوله ان شاء الله يكون مصطفى شوبير والنادي الاهلي، يفوز بجائزه افضل لاعب في البطوله وهيستحقها. واللي يفوز او يخسر فريقه اللقب يفوز بجائزه احسن حارس وهيستحقها. سريعا جدا، مفاتيح الفوز في اختصار يا احمد للاهلي، لو الاهلي بيلعب على فوز او عايز يرجع مردد بفوز، اهم مفاتيح الفوز من وجهه نظرك؟ امام عاشور رقم 1، رقم 2 رضا سليم يبقى مفاجاه المباراه على حساب بيرستاو، وحسين الشحات يتواجد الناحيه الثانيه هيبقى مفاجاه كبيره جدا. سرعات رضا سليم مع حسين الشحات مهمه جدا جدا، واستغلال طبعا مهاره وقوه وسام ابو علي. بلال، انا بشوف ان نقاط القوه اللي يقدر يعتمد عليها النادي الاهلي في المباراه تتمثل طبعا في التامين الدفاعي او وسط الملعب اللي بيقفل عمق الدفاع، وده مهم جدا للثنائي اكرم توفيق ومروان عطيه، عليهم دور كبير جدا في غلق عمق الملعب امام خط الدفاع. التحولات الهجوميه طبعا، انا بعتقد ان امام عاشور لو قدر او كان في يومه هيعمل فارق كبير جدا مع بيرسي تاو، اللي انا بشوف بختلف مع احمد مصطفى لا غنى عنه في تشكيله النادي الاهلي، ووسام ابو علي اللي ان شاء الله اعتقد انه هيسجل بنسبه كبيره في رادس.